الثالث تبدل من الواو الواقعة أول الكلمة مكسورة كإرث أصبح ورث وإسادة وإعاء أو مضمومة أو مضمومة مثل وورية وورية هذه جائزة تبدل الهمزة من الهاء في قولهم الفعلت وشذ إبدالها من الياء الواقع الأول الكلمة سمع من كلامهم يدية ما يد يدية بإعادة لام الكلمة وسمع فيها أدية تبدل من العين في قولهم أباب أباب البحر والبحر معنا أباب خمسة طيب أنا أقول انتهى بعدها ومد نبذ الثانية الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وأتني مرحبا مرحبا حياك الله أبو علي رحيم إذا اجتمعت همزتان فإذا سكنت الثانية منهما وتحركت الأولى أبدلت من جنس حركتها مثال ذلك أوتي أصلا أوتي الثانية ساكنة والأولى مضمومة فتكون الثانية واوا آمن أصلا آمن كرما الثانية ساكنة والأولى مفتوحة فتكون ألف تقول آمن إيمان أصلا إيمان كإحسان سكنت الثانية والأولى مكسورة تجعل الثانية مد الأولى تكون ياء أنا أقول ومد نبذ الثانية همزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن يقول بعضهم عوام المحدثين يقولون وكان يأمرني فأتزر وكان يأمرني فأتزر قالوا لا وجه لكل منهما كان عليهم يقول فأتزر الهمزة الأولى همزة المتكلم والثانية فاء الكلمة ساكنة لكن تقول فأتزر هذا صحيح وكثيرا ما يعرض النحاة واللغويون بالفقهاء يقولون ما رأيته قط ما رأيته قط هي صحيحة والفقهاء مولعون بقولهم لا أكلمه قط هذا خطأ تقول لا أكلم عوض في المستقبل عوض والماضي قط ومد نبذ الثانية الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتى من يفتح إثر ضم أو فتح قلب وغنويا أن إثر كسر ينقلب إذا اجتمعتا وكانت الأولى منهما ساكنة يتعذر ذلك في أول كلمة لا يقع لا تبدأ بساكن فإن كانت في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية وسمع قليلا لأل رأس لأل رأس سأل قليلا وإن كانت الثانية في موضع اللام اجعلها ياء وإن تحركتا معا فلذلك تسع صور اختصرها يبكي في بيتين إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا إذا سمعتا وكانت الثانية هنا مفتوحة بعد مفتوحة أو مفتوحة بعد مضمومة اجعلها واوا تقول في جمع آدم أو آدم أصلا آدم فتحت الهمزة بعد همزة مفتوحة اجعلها واوا أو كانت الثانية الأولى مضمومة اجعلها واوا ويدم وأيدم أنا أقول يفتح إذا ضم أو فتح قلب واوا وياء إذا كسر ياء إذا فتح بعد كسرة يجعله ياء وذلك أنت نرجع هنا إلى الافتراضات وذلك أن تصور من أما على مثال إصبع فتقول إئمم 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 الإدغام مقدم على الإعلال سيد له لا بد أن تنقل حركة الميم الأولى ليسهل إدغامها تنقلها للهمزة فتقول إئم إئم الثانية مفتوحة والأولى مكسورة تقول إيم وياء إثر كسر إذا اجتمعتا والثانية مكسورة اجعلها ياء مطلقة فتحت الأولى كسرت الأولى ضمت الأولى وذلك أنت تصور من أم على مثال أصبع فتقول أأمم أأمم لا بد أن ننقل حركة من الأولى يسوي ضمها هذا يقع دون أن تشعر كلكم تقول يرد ما الذي فقع في يرد أصلا يردد لا بد من الإدغام كيف نوضح الحرف المتحرك متحرك ونشط لا يكون التحايل عليه كيف نتحايل عليه حذف حركته كتفه حركته فتقول في يرد أنقل حركة الدال إلى الراء تسكن الدال قل يرد فهمت كذلك هذه تقول أمم أنقل حركة الميم إلى الهمزة أمم أمم فتصير أئم أئم ثم تقول أئم
هذه كسرت بعد فتحة أو كسرت بعد كسرة. أنت تصور من أمام ذلك يصبر إيمم 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 نقول حركة الميم إلى همزة فتصير إيم ثم إيم أو بعد مضمومة أنت تصور من أمام على مثالي مثالي أصبع تقول أؤمم نقول حركة الميم الأولى إلى الهمزة فتصير أؤم ثم تقول أؤم. عندي أنا أربع صور صارت فيها الثانية يعني أن تفتح بعد كسرة أو تكسر مطلقا بعد مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. أربع صور صارت فيها ومضى علي صورتان صارت فيها ياء أبوي صارت فيها واو والله صحيح.